أخرى نناقش في هذا الجزء المتبقي من البرنامج قضية اليوم التي تتحدث عن تأجيل مباحثات جنيف وتأثير ذلك على الأرض والوضع الميداني وأيضا موقف الفصائل السورية العسكرية من العودة إلى المفاوضات مرة أخرى وفق ظروفها الحالية ومضامينها. ضيفي منذ بداية هذه الحلقة سيد وائل علوان المتحدث الرسمي باسم اتحاد أجناد الشام. سيد وائل مرحبا بك مرة أخرى. بعد إيقاف مفاوضات جنيف كيف تسير الآن المعارك على الأرض برأيك؟ طبعا اختلفت وتيرة المعارك على الأرض منذ التدخل الروسي والذي عبرت عنه بكلمة الاحتلال الروسي المباشر للأراضي السورية. وهناك اليوم ميليشيات تسمي نفسها النظام السوري تساند هذا الاحتلال وتؤازره للسيطرة على الأراضي السورية. الدخول العسكري الروسي تنحى بثلاث مناح عبر هذه الأشهر الماضية. المنحة الأول كان الدخول للسيطرة وكان هناك صلف الآلة العسكرية الروسية الكبير والذي فشل بمجزرة الدبابات وفي الكلفة الكبيرة جدا التي تكلفها السلاح الروسي في البداية. اتجه بعد ذلك الروس إلى الاعتماد على خطة إيران السابقة من تحصين الأماكن الاستراتيجية أو الجيوسياسية مثل الساحل، اللاذقية، حمص، دمشق. مع بداية المفاوضات ووجود وجدت المعارضة نفسها بين فكي كماشة أو بين مطرقة وسندان المجتمع الدولي المتواطئ بشكل كامل مع الاحتلال الروسي لسوريا، عاد هناك صلف جديد لميليشيات النظام وللمحتلين الروس. فوجدنا أن معركة حلب تأخرت أكثر من أسبوع لتبدأ مع هذه المفاوضات. صراحة هناك تواطؤ أممي كامل لاحتلال روسي لسوريا، هناك مسلسل مفاوضات بدأ لا ندري متى سينتهي أو إن كان سينتهي مشابه لمسلسلات أوسلو في فلسطين المستمرة منذ 20 عام. هناك تأجيل وهناك تسويف الكثير من الوعود، هناك ضمانات خلبية، يعني هناك ضمانات لوفد المعارضة بتنفيذ متطلبات قرار الأممي 12 و13 يعني الذي يفرض فك الحصار والاهتمام بالجانب الإنساني ومراعاة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وعلى الوعد يا كمون، طبعا الالتزامات غير مقيدة بزمن، غير مضبوطة بآليات تنفيذ، هي وعود أمريكية لطالما وعد بها ياسر عرفات سابقا أو صائب عريقات بحل الدولتين أو بالضفة ورام الله والسلطة الفلسطينية. اليوم نشهد مشهدا مماثلا، أشد تعقيد طبعا من ناحية المنطقة. حلفاء الشعب السوري الصادقين قلة قليلة جدا جدا جدا، وهم مضغوطون بالكثير من الضغوطات الإقليمية أو من حجمهم بشكل عام بالمنطقة، وكبلون بقوة كثيرة. الجانب التركي هو جانب صديق للشعب السوري، لكن هو يعني الجانب الداخلي أو الوضع الداخلي القومي والوطني في تركيا متأزم جدا ومعقد جدا ويمارس على ضغوطات هائلة جدا. معركة حلب اليوم البيكيكي والداعش هم أكبر المساعدين لتقدم النظام، بالإضافة إلى الأرض المحروقة التي تمارسها الأسلحة الروسية. بالمقابل نجد تجفيف كامل لفصائل المعارضة في الشمال، حركة نور الدين زنكي، ثوار الشام، جبهة الشامية، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، تجفيف كامل عن كل المصادر ومحاصرة معلنة. عندما نقول البيكيكي نقول السلاح الأمريكي والمدد الأمريكي لهم، عندما نقول داعش نقول يعني على مرأة ومسمع من العالم كله تقدم وسيطرة على مناطق والسماء مفتوحة وتجارة في النفط والقمح. طيب الآن يعني هذا المشهد حقيقة يثير الاستغراب من قبل الروس، يعني مدنيين وقرى وأحياء كاملة تقصف بالبالستي وتقصف بأسلحة دمار تحدث في الحروب بين الدول. نريد بالفعل أن نفهم الاستراتيجية العسكرية الروسية في سوريا، هل هو مجرد قصف أم أن هناك خطة منهجية من خلال هذا القصف الذي يقوم به الروس بهذه الطريقة؟ لأن دائما عندما ننظر بنظرة طوباوية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة وإلى هذه الكيانات نجد نفسنا نستغرب من الفارق الكبير بين ما يحدث على الأرض وما ينظرون به على الإعلان. حقا ما يسمى المجتمع الدولي أو مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة أو ما إلى هنالك هي عبارة عن تنظيمات لشرعنة ما تقوم به الدول العظمى حيتان العالم، الدول الخمس.
كل ما يقومون به من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن مجازر إن كان في سوريا أو في غير سوريا تشرع عبر هذه المجالس. لذلك اليوم ما يحدث في سوريا هو احتلال، هو إبادة، هو تغيير ديموغرافي، هي مجازر بحق الإنسانية تقوم بها روسيا وغير روسيا، البيكاكي والجهات الأخرى المدعومة من أطراف عدة تقوم بمجازر بالقرى السورية، تشهد مجازر من كثير من الأطراف. داعش اليوم يرتكب مجازر أيضا، وهو شاء أم أبا يحسب على الثورة السورية ببروبوغندا روسية مفضوحة. عندما ذهبت المعارضة السورية إلى روس إلى سويسرا إلى جنيف، هي يعني بين أن لا تذهب والواقع في على الأرض لا يشجع لعدم الذهاب، وبين أن تذهب وتشهد هذه المهزلة المسمات بالمفاوضات. الجانب الميليشيات النظام صرح منذ الساعة الأولى للمفاوضات أنه لم يأتي للتفاوض ولم يأتي للمحادثات، ويأتي لتمهيد لمحادثات. إذن لا يوجد نية جدية لأي حل سياسي. بالمقابل من يسمي نفسه داعم للثورة السورية وخص بالذكر الفاعلين الحقيقيين مثل بريطانيا ومثل أمريكا، موقفهم سلبي وسلبي جدا 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 من الشعب السوري ومن الثورة السورية. هم يضغطون ضغوطات كبيرة جدا للاستسلام للاحتلال الروسي ولتعويم النظام الأمني السوري الأسبق. نعم. طيب، يعني هناك حديث ربما سبق المفاوضات بأن الدعم العسكري توقف عن الثوار، برأيك ما أسباب ذلك؟ هل هذا يأتي في إطار خطة ممنهجة للتوازي أو التساوق بين الحل السياسي والحل العسكري على الأرض؟ بداية السنوات الثلاث الأولى للثورة كنا نتكلم عن موضوع توازن القوى وما تلعبه هذه الدول الإقليمية أو الدول العالمية من دعم فصيل دون فصيل أو عودة الدعم لفصيل دون آخر من باب توازن القوى، غض النظر عن التسليح الروسي للنظام ثم التسليح محدود للمعارضة. كنا نتكلم عن توازن قوى، اليوم لا نتكلم عن توازن قوى، اليوم نتكلم عن تعويم النظام، إغلاق جميع المنافذ، منافذ الحياة اللوجستية والمالية والعسكرية حتى السياسية اليوم عن المعارضة السورية بكل فصائلها المعتدلة، وشيطنة المعارضة السورية بشيطان داعش أو شيطان الإرهاب، ثم التوجه إلى غض النظر عن كل التجاوزات السياسية والعسكرية الروسية في سوريا. هناك اليوم مؤامرة لإنهاء الثورة السورية وتعويم نظام الأسد. هنا نفهم نحن المطلوب من هذا التضييق والخناق الكامل لفصائل المعارضة السورية. هل سيتغير الوضع العسكري بالنسبة للفصائل؟ بمعنى هل سيعود الدعم وفق ظروف مختلفة؟ أنا لا أتفائل بعودة الدعم إلى الفصائل، ولطالما انتظرنا وانتظرنا وانتظرنا هذا الدعم. الدعم يكون محدود في غالب أوقاته ومقطوع في بعض الأوقات. هذا الدعم أخبرنا نحن من نجلس معهم من المبعوثين الدوليين ومن الممثلين الدوليين، وآخر لقاء كان لي مع السفير الأمريكي بريتني، أخبرنا أنه لا يوجد موازنة ما بين ما يدعم به الشعب السوري من أصدقاء الشعب السوري وما يدعم به المجرم الأسدي من حلفائه. دعم مفتوح من قبل الحلفاء للمجرمين، ودعم مقطر بالقطارة إن وجد من قبل من يدعي صداقته للشعب السوري. ما نريده من هذه الدول جميعا هي الضغط الحقيقي لإنقاذ الإنسان، لإنقاذ المحاصرين، لإنقاذ المدنيين، لإنقاذ النساء والأطفال. ما يرتكب من المجازر، ما يرتكب من الانتهاكات الدولية بحق الأطفال والنساء. طبعا الطرف الأمريكي فقط. نعم، الطرف الأمريكي يتحدث بطريقة ربما وصف الواقع بطريقة ربما رومانسية، بطريقة إنسان شخص عاجز، مع أنه دولة كبرى بإمكانها أن تفرض موازنات وحلول ومعادلات جديدة على الأرض لو أرادت. كيف تقرأ سياسيا ما وصلت إليه جنيف، وما هي الرسائل أو الدروس التي يمكن أن يخرج بها الإنسان أو المفاوضون على الأقل من هذه الجولة التي مضت؟ طبعا موقف ديمستورا واضح أنه موقف سلبي جدا جدا، وهو يعني متحيز بشكل كبير جدا للنظام المجرم في دمشق. موقف ديمستورا من المعارضة موقف سلبي، كان هناك ضغوطات وإملاءات كثيرة من الجانب الروسي على خطة عمل ديمستورا وعلى برنامجه، وحاول هو أن يرضي الروس والأمريكان بما يسمى بلجان التشاور أو اللجان الاستشارية التي قام بتشكيلها. كان هناك رسالة سيئة جدا أن هذه اللجان الاستشارية قد تحل في يوم من الأيام مكان
هيئة التفاوض رفضت يعني السير في هذا الطريق المرسوم لها. هيئة التفاوض الرياض، هيئة التفاوض العليا، صراحة يعني هي أفضل من يمثل الثورة السورية، وقد حملت الأمانة من قبل معظم الفصائل الثورية برئاسة السيد رياض حجاب. هل ترى أنها أدت مهمتها بنجاح خلال الفترة الماضية في جنيف؟ هي لم تعطى المناخ المناسب لتأدية مهمتها بنجاح، كما قلنا اتسع الخرق على الراقع. يعني هذه المعارضة أو الهيئة مهما كسبت من التأييد الشعبي ومهما كسبت من عوامل القوة على الأرض تبقى ضعيفة أمام هذا المحيط كامل من التواطؤ الدولي لإنهاء الثورة السورية وتعويم نظام الأسد. نعم. طيب كيف تقيم الفصائل السورية تجربة الذهاب إلى جنيف، تجربة هذه المفاوضات باعتبركم متحدثين رسميين باسم أحد الفصائل البارزة والعاملة على الساحة السورية وخصوصا في منطقة دمشق طبعا وريفها؟ هل لديكم أي انطباع عن هذه الفصائل أو موقف هذه الفصائل تجاه تجربة المفاوضات؟ نعم طبعا هناك وعي كبير جدا من فصائل الثورة السورية، ونحن عندما نتكلم عن الفصائل الوطنية الثورية المعتدلة بنظر الشعب السوري والتي تمثل ثورة الشعب السوري، هذا الوعي الموجود عند الفصائل جعلها تشارك في أكثر من سلسلة مفاوضات، ليست مع ممثلين نظام المجرم وإنما مع باقي الممثلين الدوليين. أنا شخصيا ذهبت إلى زيوريخ أكثر من مرة، جلست في ورشات عمل كبيرة وطويلة، كان هناك معارضة القاهرة وكانت هناك بعض الأطراف المحسوبة على معارضة موسكو. لابد من المشاركة في جميع المنتديات السياسية، لكن بشرط أن تكون مثمرة، أن توصل إلى حل يرفع المعاناة عن الشعب السوري. نحن خرجنا في ثورة، لم نخرج أمراء حروب ولم نخرج لميليشيات ولتشكيل دول ولتشكيل جيوش أو تشكيل يعني أنظمة ضمن دولة. نحن خرجنا لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وكل ما يساهم برفع المعاناة عن الشعب السوري بالحلول الدبلوماسية أو السياسية فنحن معه، لكن الضامن وصمام الأمان لكي تكون هناك ثمرة من هذه الجلسات ومن هذه المشاورات السياسية هي الواقع على الأرض، هذا الواقع الذي يحارب. طبعا لا أدعو للكثير من التفاؤل من حيث النظر إلى الواقع على الأرض بسبب هذه الفصائل التي ما تزال تعاني منها الثورة حتى اليوم. يجب أن يكون هناك لدى الفصائل قرارات جريئة، ونحن أول الفصائل الذين نتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات جريئة للسعي إلى تغيير الواقع المفروض على الأرض، وعندها يستطيع من يلعب بالسياسة في الخارج أن تكون لديه أوراق قوة يستطيع أن يدلي بها وأن يماري بها. طيب يعني موقف الشعب السوري، شرائح المجتمع السوري في ظل هذا التعثر وهذا التأزم على المستوى السياسي والعسكري؟ الشعب السوري متعب، لكنه يعلم أن ما يراد له من قبل هذه المفاوضات للأسف هو أخطر بكثير مما يعانيه اليوم. يعني عودة هذه الفروع الأمنية إلى الاستبداد وإلى السيطرة بشكل كامل على أرواح وعلى أقوات الناس هو الانتحار. الشعب السوري يوضع على مفترق طرق، إما أن يتحمل هذه الجرائم التي ترتكب بحقه صباح مساء، أو أن يستسلم للموت من جديد تحت سياط تعذيب الأفرع الأمنية. الشعب السوري طبعا كما قلنا متعب، لكن إرادته ما تزال صلبة إلى حد ما. للأسف لم تكن تصرفات الكثير من الفصائل الثورية التي اعتمدت على التغلب واعتمدت على القوة في فرض إرادتها على الحاضنة الشعبية، لم تكن هذه التصرفات إلى حد كبير مشجعة لهذا الشعب ليكون حاضنة حقيقية. ونحن نقول إن الرصيد الكبير والمستمر للثورة السورية وفصائلها المسلحة هو الحاضنة الشعبية. لذلك المطلوب الآن من الفصائل الثورية أن تكون بحجم المسؤولية، أن ترفع المعاناة بكل ما أوتيت من قوة عن هذا الشعب. طيب. الذي كابد ما كابد. طيب من خلال خبرتك ومعرفتك وعلاقاتك بالفصائل العسكرية المسلحة المختلفة، هل ترى أن هذه الفصائل وفق هذه الظروف، وفق هذه المعطيات، هذه المستجدات، هذه الأحداث الجسام التي تجري على الأرض السورية بحق السوريين وبحق الوطن وبحق البلد، هل ترى أن هذه الفصائل قادرة على تجاوز منظومتها النفسية والفكرية وإيجاد حلول من خلال بالفعل التوحد ونبذ الشعارات والألقاب والأسماء والرايات المختلفة لأجل إنقاذ البلد والشعب؟ والله ما أشرت له من الناحية النفسية والإيديولوجية المصبوغة بها هذه الفصائل يجعلك دائما في مواجهة صعوبة ومواجهة واقع مرير، لكن في النهاية الواقع على الجبهات يكون أشد مرارة.
الفصائل العسكرية المعتدلة في الساحة السورية تشهد تقاربات كبيرة جدا. بالأمس كان هناك تفاؤل كبير جدا من توحد ما بين ثوار الشام والجبهة الشامية. أنا أعتقد متفائلا أن هذه الخطوات ستكون بشكل أكبر في الأيام القادمة، وستجمع هذه الآلام، وكلما ضاق الطريق كلما التمت هذه الآلام. نعم، هناك ثقافة فصائلية غرزت في نفوسنا ما تزال تؤثر سلبا على تصرفات هذه الفصائل. المطلوب كما قلت قرارات جريئة، والمطلوب تنازلات حقيقية لبعضنا البعض كي لا نضطر إلى أن نتنازل إلى المجرمين. أو طيب، يعني هذا أيضا يفرض سؤالا وفق المشكلة القائمة التي طرحتها قبل قليل بشأن كما يقولون حنفية السلاح التي نعم. تغلق أحيانا أو حينا وتفتح أحيانا أخرى. هل ترى أن هذا التوحد لو جرى بين الفصائل أو بين يعني كبرى الفصائل العاملة على الساحة بطريقة مختلفة وبطريقة جذرية وجوهرية، هل ترى أن مشكلة السلاح يمكن أن تحل من خلال هذا الإجراء إذا قامت به هذه الفصائل؟ يمكن أن تحل بشكل كامل؟ لا، نحن لنكن واقعيين، نحن أمام حرب، وهذه الحرب حرب استنزاف وحرب كبيرة وطويلة. نحن نحتاج إلى الدعم الخارجي، نحن بحاجة إلى الدعم الخارجي بشكل ملح وبشكل كبير جدا. لكن بدل أن يكون هذا الدعم موزع بشكل متشتت ومتشظي ما بين فصائل غير متكاملة فيما بينها، سيكون مجدي أكثر بكثير وله تأثير أكبر بكثير على الجبهات وعلى الأرض. يعني ربما توحدت هذه الفصائل، ربما يحل 50% من المشكلة، من مشكلة السلاح، وأكثر من 50% تحل عندما تتكامل هذه الفصائل. يعني ما أملكه أنا اليوم يكمل ما يملكه فيلق الرحمن، يكمل ما يملكه جيش الإسلام. عندما نكون جميعا صفا واحدا في هذا الخندق، يعني نغطي احتياجات هذه المعركة بما طبعا نحرزه من الغنائم وبما نناله من الدعم الخارجي. سيد وائل علوان، متحدث رسمي باسم اتحاد أجنة الشام، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود إلى آخر فقرة في هذا البرنامج، فقرة النافذة التفاعلية، فلا تذهبوا بعيدا. يكون راجع بالشنطة وسيعاد السوم عليه. احنا